يعني هو جهد مبارك ورائع لرابطة معتقلي سيدنا بالعمل على هذا التقريب. الواقع هي يعني هذه الحقائق نعرفها منذ زمن بعيد، وتوثيقها مهم جدا لكشف ما يرتكبه النظام من جرائم، وكشف كيف يتابع جرائمه ويستفيد من هذا، يحاول الاستفادة من هذه الجرائم وليس فقط أن يرتكب الجريمة. أهالي المعتقلين، أنا سبق أن قلت أن المعتقلين هم وجع السوريين الأساسي والأهم. النظام لم يكتفي فقط باعتقال السوريين وتعذيبهم وقتلهم تحت التعذيب وإخفائهم قسريا، بل حاول الاستفادة من هذا الموضوع لابتزاز أهاليهم. كان هناك عمليات ابتزاز هائلة منذ عام 2011، وعمليات الابتزاز بالنسبة للمعتقلين وأهاليهم تحصل، ويطالبون بأموال كبيرة. أصبحت بعد ذلك مافيا حقيقية، مافيا تعتمد محامين ينتمون للنظام والأجهزة الأمنية، يداومون في محاكم الإرهاب أو يتواصلون مع أهالي المعتقلين. كما كان هناك مافيا من ضباط الأمن وعناصر الأمن، وبالتعاون مع سياسيين، مع لجنة المصالحة، حتى وزارة المصالحة، وكانت جزء من المافيات التي كانت تتعامل مع هذه الجريمة. يعني التقرير حمل الحكومة السورية المسؤولية، ولكن هناك في مناطق التي يسيطر عليها الاحتلال عمليات اختطاف تجري دائما، يعني كيف سيتم التعامل مع يعني هؤلاء المختطفين في مناطق شمال غرب سوريا؟ هذه الجريمة كما قلت هي امتدت، هي ممارسة امتدت في كل مناطق سوريا عند النظام وفي مناطق خارجة تحت سيطرة النظام، في الجنوب وفي الشمال وفي الشمال الشرقي. كل القوى الأمر الواقع أو التنظيمات المسلحة التي تفرض نفسها بقوة في الأمر الواقع تحاول استفادة من هذا الموضوع، تعتقل الناس، تطالب بفدية، تصادر أموالهم، تصادر أملاكهم، تطرد أهاليهم. هذه المشكلة لدينا، أنه ليس هناك مرجعية قانونية لتحاسب على هذه الجرائم. للأسف ليس لدى النظام وليس لدى مناطق شمال سوريا ولا شمال شرق سوريا، ليس هناك أي مرجعية قانونية أو عقوبات يمكن أن تصيب هؤلاء، ولذلك هم يمارسون جريمتهم بضمير او بارتياح لثقتهم بانه لا يمكن محاسبتهم. الواقع ان عدم المحاسبه وان كان الان غير متاحه، لكن اقول ان محاسبه الجميع ستاتي في يوم قريب ان شاء الله، ولن تكون بعيد، وسيتم محاسبه الجميع على هذه الجرائم في عند النظام وشمال سوريا وشمال شرق سوريا وفي الجنوب. اي انسان ارتكب جريمه في سوريا، جريمه حرب أو جريمة ضد الإنسانية، ستتم ملاحقته ومحاسبته. أشكرك جزيل الشكر رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أستاذ أنور البني، أشكرك على هذه المداخلة، كنت معنا من برلين.